رحلة تجريبية إلى الفضاء كان من المفترض ألا تستغرق أكثر من أسبوع تحولت إلى كابوس لرائدي الفضاء بوتش ويلمر وساني ويليامز. فما القصة؟ مع بداية يونيو الماضي حملت كبسولة ستار لاينر الجديدة التابعة لشركة بوينغ رائدي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لكن رحلتهما شهدت سلسلة من أعطال المحركات وتسريبات الهيليوم في الكبسولة الجديدة. 3 أشهر والمهندسون يجرون الاختبارات ويناقشون ما يجب فعله بشأن رحلة العودة، إلى أن أعلنتها ناسا أخيراً. الرائدان لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير، وبدلاً من أسبوع واحد سيبقيان عالقين في الفضاء لثمانية أشهر كاملة، ورحلة العودة ستكون على متن مركبة تابعة لشركة سبيس إكس. ذلك الإخفاق مثل ضربة موجعة جديدة لشركة بوينغ تضاف إلى مجموعة من الحوادث المتعلقة بطائرات الركاب، حيث كانت بوينغ تمني النفس بأن تنعش ستار لاينر برنامجها المتعثر للفضاء بعد سنوات من التأخير، لكن بدلاً من ذلك يبدو أن الكبسولة الجديدة عمقت جراح الشركة أكثر فأكثر.